يقول السائل: هل الذكر الذي عقب الوضوء يستحب عقب الغسل؟ نعم، يستحب الذكر عقب الطهارة سواء بالاغتسال أو بالوضوء، بأن يرفع بصره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقول هذا عقب الطهارة بالوضوء أو بالاغتسال.